الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم التعاقد. جينا في إطار الشكل النضالي ديال مسيرة ديال الأقطاب ما بين جهة قلمي مودنون وجهة سوس مسا درعا. إضراب ديالنا مازال متواصل وباقي متواصل، دايرين إضراب ممتد إلى حين تحقيق هذا المطلب ديالنا اللي هو الإدماج. اليوم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في كل أنحاء المغرب مصرين ومستعدين يخوضوا هذا النضال من أجل الإدماج، ولا شيء غير الإدماج. مسيرتنا مازال مستمرة، غنديروا إضرابات غنواصلوهم، غنديروا مسيرة جهوية، غنديروا مسيرة وطنية، غنديروا اعتصامات، ونحن صامدون وغنبقوا في الشارع، والشارع هو الفيصل بيننا حتى تحقيق الإدماج. مطلبنا الوحيد والوحيد ولا غيره هو الإدماج. وردا على التعديلات اللي قلتوا لنا، فهذوك التعديلات فهي تعديلات اللي هي زائفة وما كتغيرش في الصميم ديال التعاقد. التعاقد مازال قائم، والتعاقد تحذف ككلمة، ولكن في القانون ديال موظفي الأكاديمية، القانون الإطار ديال موظفي الأكاديمية، مازال التعاقد قائم، وإلحاقنا بالأكاديمية لن نقبله، لأننا نعلم جيدا أن إلحاقنا بالأكاديمية يعني أن مستقبلنا مرتبط بالمالية وبالميزانية ديال الأكاديميات. حدثونا على هاد المالية ديال الأكاديميات منين غتجي. النهار تجاوبونا على المالية ديال الأكاديمية منين غتجي. إلا كانت غتجي من الميزانية العمومية، فعلاش ما تدمجوناش مع في الأسلاك ديال الوظيفة العمومية؟ إلا عندكم شي حل آخر للتمويل ديال التعليم والتمويل ديال الأكاديميات، فنقول لكم لن نقبل ذلك. لا نريد مستقبلا ضائعا لا للتلاميذ ولا الأطفال ديال هذا المغرب، ولا أيضا الأطر ديال التدريس. تحية. السلام عليكم ورحمة الله. تحية تربوية أعبر عن يعني تقديري وشكري للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على هذه الوقفة النضالية القوية والقوية جدا، وباعتباري يعني نيابة عن نفسي وعن باقي الأساتذة المرسمون والأساتذة حامل الشهادة العليا، نعبر عن تضامننا مع إخواننا الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن قضيتهم العادلة، ونحييهم عاليا على هذا النضال، ونقول لهم مزيدا وإن شاء الله سنصل إلى تحقيق مطالبنا بالوحدة ورص الصفوف، ويعني مزيدا من التشبث باسترجاع حقوق الشغيلة التعليمية بكل الفئات، كما أؤكد على ضرورة التنسيق بين جميع الفئات من أجل الضغط والضغط أكثر حتى نصل إلى العدالة الاجتماعية والمساواة، ونضمن لأبناء المجتمع المغربي الحق في التعليم والحق في الشغل. وشكرا. كما تلاحظوا مختتم ديال الشكل النضالي لانضمام التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بكل من جهتي سوس مسا
وقل ممدنون رفضا يعني الاكاذيب والمغالطات اللي كتروجها الوزاره الوصيه حول انها يعني سحبات نظام التعاقد وانها يعني اعطت مجموعه من التعديلات على هذا القانون هذا لكي يتيح انه يتم ترسيم الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد. هذا كله اكاذيب ومغالطات، وحنا اليوم جينا ناكدوا على رفضنا لهذا المغالطات.